أخبار وساعتي السادسة من الساحة تي في وفيها. الوزير الأول إسماعيل والبدة والشيخ سيدية يستعرض برنامج حكومته في جلسة استثنائية أمام البرلمان الموريتاني. النسخة الأولى من مؤتمر اللغة العربية تتواصل في نواكشوط بمشاركة عشرات من الباحثين المتخصصين في اللغة والثقافة العربيتين. تصريحات الناطق باسم الحكومة حول حضور المؤتمر الصحفي تعيد الحديث عن العلاقات بين السلطات الرسمية والصحفيين من جديد. أهلا بكم إلى نشرتي السادسة من الساحل تي في. افتتحت صباح اليوم في نواكشوط على مستوى الجمعية الوطنية دورة طارئة، وذلك بحضور الوزير الأول إسماعيل والبدة والشيخ سيدية وعدد من أعضاء الحكومة. وتخصص هذه الدورة لعرض برنامج الحكومة ودراسة مشروع القانون الثاني المعدل لقانون الميزانية 2019. الجلسة الافتتاحية المعتادة لكل دورة برلمانية تأتي هذا العام على غير العادة من حيث السياق الزمني وفوق العادة من حيث الصياغة القانونية. فتح صفحات كتاب برنامج جديد لحكومة جديدة قد يكون مألوفاً لناحيته الإجرائية، وقد لا يكون كذلك إذا طبق الإجراء الإضافي الذي أقره حوار 2011، التصويت السري. وعلى غرار ذكر السرية، ليس سرا أن هذا التصويت بالضبط سبق أن خلط الأوراق في مجلس الشيوخ قبل أن يختفي المجلس نفسه بقوة استفتاء علني وشامل، لتبقى الجمعية الوطنية الغرفة اليتيمة من جهة والجامعة من جهة أخرى تتحمل لوحدها احتضان كل المتضادات إن لم تكن المتناقضات، لكن التمايز كصفة أقل حدة يبقى المحدد الغالب لطبيعة المقارنة بين توجهات ورؤى العديد من نواب الشعب المتواجدين تحت سقف قبة البرلمان، وخصوصا أولئك الذين يضمهم سقف مساندة الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولي الشيخ الغزواني. لا أحد يمكنه أن يتنبأ بنتيجة أي تصويت سري بعد واقعة مجلس الشيوخ السابق، لكن الظرفية التي يجري فيها هذا التصويت وطبيعة ما سيتم التصويت من أجله قد لا تسمح بالمقارنة مع ما جرى سابقاً. فمنح الثقة لحكومة بعينها قد لا يكون موضع خلاف يتطلب الغدر خلف الستار، إلا إذا كان هناك من يعتبر أنه راح ضحية غدر بعد إبعاده من تشكيلة الحكومة نفسها. ومهما يكن، فإن الحسابات العادية تقول إن التصويت القادم سيكون لصالح الحكومة، فضمان صوت 11 نائبا من المعارضة مع 120 توفرها الأغلبية طبقا للتصنيفات السابقة يكفي لتحقيق هذا الهدف، ما لم تجري الرياح بما يفاجئ ربان السفينة. سفينة لم تبحر بعد ما لم تتمتع حكومتها بثقة البرلمان، وفي حال أطلق لها العنان وأبحرت فإن أمواجا من المهام العاتية آتية لا محالة، إذا كانت بوصلتها موجهة بالفعل إلى ترجمة كل حرف أو كلمة وردت في كتاب تعهدات الذي خطه الرئيس بيده ويريد أن يرى نتائجه على الأرض بسواعد تلك الحكومة التي أمامها أن تقاتل تحت قبة البرلمان من أجل الثقة التي ستبقى مؤقتة ما لم تكن جديرة بها من خلال أفعالها على الأرض، أفعال يجب أن تكون فوق العادة كالصيغة القانونية للدورة البرلمانية الجديدة. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط. عينة من الآراء حول المؤمل من الدورة البرلمانية الاستثنائية. أعتقد أن البرلمان سيصادق على الحكومة وسيجيزها لأنها حكومة كفاءات بالدرجة الأولى، حيث لم تكن حكومة سياسية كما كان يتوقع البعض. ظاهر يعني لا صادقة لها، الأغلبية هي الأغلبية اللي كانت داعمة للرئيس محمد بن الغزواني، وهي اللي مقدمة لبرنامج الحكومة. البرنامج هم اللي يظهر عنه الناس
هو اللي صوتت الناس من اجله على الرئيس. والله الان النواب يمثلوا الشعب. باعتقادي ان الجمعيه الوطنيه غدا ان شاء الله بنوابها الموقرين ستقوم بموافقه على برنامج الوزير الاول. لسبب بسيط هو ان هذه الحكومه تم تعيينها من طرف رئيس منتخب انتخبه اغلبيه الشعب الموريتاني، وما دام النواب هم ممثلو الشعب فان تصويتهم وتزكيتهم لهذه لبرنامج الحكومه ينسجم تماما مع ثقه المواطنين. فكرة انا شخصي كمواطن موريتاني نعرف عن البرلمان اهله ارائهم تختلف، فهمتني؟ كل حسب جهته، حسب ولايته، حسب الجهه اللي يمثل والمشاكل اللي مطروحه عنده. مع الحكومه بعد والبده عنها حكومه مسؤوله كانت مختاره على معايير معروفه اللي هي معايير الكفاءه، ولا الله اللي على البرلمان يكون يوافق عليه. رايي اعلن هذه الجلسه الطارئه اللي ستكون ان شاء الله بحول الله غدا سيوافق عليها البرلمان، لان البرنامج اصلا معد من طرف الحكومه. تقول البرلمان بدور لا يوافق عليها مش شيء اكيد. بيلي ودور يوافق عليها هم اللي ما خرص قاع برنامج شنو؟ باللي اصلا مبرمج على ان يجي رواجاته من طرف الحكومه لا يرفعوا لها ايديهم الا من رحم ربك، خمسايا ولا ربعايا من النواب المعروفين يصدحوا بالحق ومن عندنا قاع يسموهم الشعب كامل يعرفهم. الى شان المفاصل حيث تتواصل اليوم الثاني على التوالي النسخه الاولى من مؤتمر اللغه العربيه في افريقيا المنظم من طرف مجلس اللسان العربي بموريتانيا بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالشارقة، وذلك بحضور عدد من قادة مجامع اللغة العربية وعشرات من الباحثين المختصين في اللغة والثقافة العربيتين من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. تقرير محمد عمر باللولا. إفريقيا عربية أو يراد لها ذلك، عن طريق مجهودات يبذلها مجلس اللسان العربي بموريتانيا ينظم المجلس المؤتمر الأول للغة العربية في إفريقيا. رسائل عديدة حملها المؤتمر، أهمها أن ما يجمع العرب وإفريقيا كثير، من بينه لغة الضاد المتغلغلة في العمق الإفريقي ليزيدها المؤتمر قوة. المؤتمر يسلط ضوءا على عطاء الأفارقة في مجال خدمة اللغة العربية، وهو عطاء مغمور منسي مجهول بالنسبة للكثيرين، والحال أن هذا العطاء لا يكاد يوجد له نظير في القارات الأخرى. 3 أيام من المشاورات بين اللغويين و8 جلسات علمية تعرض خلالها 37 بحثا اختيرت من بين 150 عرضا قدمت للجنة العلمية في المجلس الأعلى للسان العربي، كل ذلك غيرة على اللغة العربية المصنفة في المرتبة الرابعة بين أخواتها، وهو تصنيف يطرح أسئلة عن واقع اللغة العربية. في واقع الأمر اللغة العربية يعني أبناؤها هم الذين يعني عليهم واجب كبير في خدمتها، وعندما أقول الأبناء يعني أعني المسؤولين القائمين على أمر البلاد العربية، هم الذين ينبغي أن يبادروا وأن ينصفوا اللغة العربية وأن يحلوا المتخصصين فيها في مواقعهم المناسبة التي تجعل الآخرين يحترمون هذه اللغة. واقع اللغة العربية هو الدافع وراء البحث عن عودة قطارها للسكة الصحيحة التي جاب فيها العالم طولا وعرضا، حينئذ كانت لغة الضاد في الصدارة، كتبت بها الرياضيات والعلوم البحتة، وطرزت بها مخطوطات ظلت شاهدة على عراقة لغة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا حديث إلا عن اللغة العربية وبها، ويتمنى هؤلاء أن يأتي يوم يرون فيه العالم يتحدث بلسان عربي مبين. محمد عمر بلول، الساهل تي في، نواكشوط. قال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي والسالم، قال إن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة سيخضع مستقبلا للتقييم بما يضمن احترام قواعد المهنية الإعلامية. وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة وأعادت الجدل القديم المتشدد حول العلاقة بين السلطات الرسمية والصحافة. تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة لا شك أنه يسيء للصحفيين، لكن ردود الفعل من قبل النقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية ما زالت كامنة، حيث لم تصدر النقابة بيانا حول ما قاله الوزير.
لا نقول لكم بصريحة لأن تعاطي البعض مع هذه الندوة وطريقتها غير إيجابي وغير منصف. الإعلامي إعلامي يطرح يسيلة، السياسي سياسي عنده خطاب سياسي وعنده برنامجه، أنا اختار نتحلى به. وفي المستقبل حد خرج عن ذي القواعد له ينقص إن شاء الله من الندوة. لكن مما لا شك فيه أن التصريح يطرح إشكالية تعاطي الحكومة مع وسائل الإعلام والعاملين فيها الذين يشكون من شح الحصول على المعلومة ومنعهم من التغطية، حيث لا تفتح في كثير من الأنشطة الرسمية. الحق في المعلومة والوصول إلى الحقيقة مهمة يأخذها الصحفي على عاتقه، ووصول الصحفي للمعلومة مهمة ينبغي أن تأخذها الدوائر الحكومية على عاتقها. لكن من هو الصحفي المهني الذي يمتلك صلاحيات حق الوصول إلى المعلومة والتكفل بإنارة الرأي العام؟ كل وسائل الإعلام حرة ومعتمدة، يقل اللي منها عنده مهنية. هذا المنبر ما يقدر يستخدم للخطابات السياسية وللترويج والإشاعات وكذا وكذا، لا، كله عنده قراءته فيما يجري في البلد، عنده الحق في يقل عنده منابره السياسية، عنده منابر سياسية، الإعلامية عنده منابر إعلامية. الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سيدي والسالم أكد على أن الإعلام حر لكن المهنية شرط، وعلى الراغبين في حضور ندوة المؤتمر الصحفي للحكومة مستقبلا أن يتحلوا بشروط المهنة وأن يتحلوا بشروط الوزير. نحن نستهجن تصريحات الوزير ناطق باسم الحكومة، أعتقد بأن تهديد الصحفي يعني لا يجدي، ثم إن مهنية الصحفي من غيرها أعتقد بأن الوزير ليس معنيا بتحديدها، ثم على أي أساس يطلق هذه التهديدات وهذه الأوصاف؟ تصريح الوزير يحيطه المعنيون بكثير من الإشكالات، من أهمها الآليات التي سيعتمدها الوزير في التفريق بين من هو المهني ومن هو غير المهني، وما هي الملفات التي يشتغل الإعلامي عليها إذا كانت السياسة ليست من ضمن مجالاته. في المقابل يعتقد البعض أن هناك أرضية سوغت الوزير تعليقه، فالحقل الصحفي يحتاج إلى التنقية وإبعاد المتطفلين مطلب للجميع. هل هي إذا زلة لسان أخرى؟ أم تعليق موضوعي خرج به قاموس الإقصاء عن محله من التبرير؟ أطلع عبد الرحمن ساعتين. أدى وزير البترول والمعادن والطاقة محمد دول عبد الفتاح رفقة وفد من قطاعه زيارة متابعة واطلاع لمنشأة باسفيك سانتانا للحفر التابعة لشركة توتال العاملة في المقطع سين 9 والمخصصة لحفر بئر الرشات 1 سين في أعماق البحار، وتعتبر هذه البئر أول بئر استكشافية في هذا المقطع الساحلي ذي المساحة المقدرة ب 7600 كيلومتر مربع. وتعمل شركة توتال الفرنسية في بلادنا منذ أكثر من 30 سنة ولديها 38 محطة لتوزيع المواد البترولية. هذه الديناميكية اللي يشهد القطاع مع الاكتشافات الغازية الكبيرة اللي في حقل حميم اللي إن شاء الله يبدأ إنتاجه نهاية 2021 بداية 2022، القطاع والدولة مواكبتها باستراتيجية كبيرة من أجل عنها تعود بالنفع على موريتانيا عموما وخاصة على أفئدة الشباب. إذا فهم استراتيجيات للتكوين، تكوين الشباب الموريتانيين من أجل أنهم يوصلوا يعودوا عندهم خبرات يقدروا يشتغلوا في النوع من القطاعات. وأيضا القطاع الخاص الموريتاني لا يواكب هذه الفترة، اللي هي هناك لقاءات بين القطاع الخاص الموريتاني والقطاع الخاص اللي متخصص في النوع من العمليات، لأن إن شاء الله ستكون لها الأثر الإيجابي على الشباب الموريتانيين واليد العاملة الموريتانية عموما، وعلم اللي القطاع الخاص والشرائك الموريتانية اللي بدأت شيئا فشيئا تتخصص في الخدمات لهذا النوع من 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 من, من, من المجالات. نظمت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الأساسي يوما تفكيريا سعت من خلاله للتذكير بواقع التعليم الأساسي والحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع الهام لأية تنمية يراد لها النجاح. تقرير عبد الله والعلي. يوم تفكيري حول التعليم الأساسي تدارس فيه المنظمون مكامن الخلل وآليات الإصلاح، شعار يفتح أفقا لتساؤلات عدة تدور في مجملها حول المنظومة التربوية للتعليم الأساسي في ظل حديث عن تراجع ملحوظ في المستوى التعليمي بالبلد. أين يكمن الخلل ومن الجهة المسؤولة عنه؟ الخلل عريض والإنجازات ملي عريضة، وذا يناقش بطريقة تعود تحدد كل الخلل جاي من منين وشن هي وسائل علاجه، والناس كامل الشركاء فيها ما فهم رقاج هو المسؤول عن هذا ولا فهم مولي رقاج قد يحله هو وحده. التعليم مسؤولية الجميع بدون أي استثناء.
غياب التأطير والتوجيه والمراقبة مع عدم ملائمة المناهج التربوية أمور يراها مراقبون سبباً في مشكلة التعليم الأساسي الذي انعكس سلباً على نسب النجاح في المسابقات الوطنية خلال السنوات الأخيرة، بينما يرى آخرون أن الإشكال يكمن في عدم تواجد المعنيين بالتعليم الأساسي بمراكز القرار. مراكز القرار اللي كانت تسير التعليم الأساسي ما كانوا فيها أهل التعليم الأساسي اللي يعرفوا التعليم الأساسي ويعرفوا كيف يمكنه أن يسير على 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 الطريق الصحيح. ما كانوا في إعدادات الاستراتيجيات اللي تعدل للتعليم، ما كان في أحد منها للتعليم الأساسي. جدل يثار حول مستقبل اللبنة الأساسية للمراحل التعليمية في موريتانيا في سبيل انتشاله والرقي به، بينما تستعد المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب بعد أقل من شهرين في سنة دراسية تعيد بالكثير. عبد الله علي، ساحل تي في. السادسة وصلت نهايتها، إلى العناوين. الوزير الأول إسماعيل البدة والشيخ سيديا يستعرض برنامج حكومته في جلسة استثنائية أمام البرلمان الموريتاني. النسخة الأولى من مؤتمر اللغة العربية تتواصل في نواكشوط بمشاركة عشرات من الباحثين المتخصصين في اللغة والثقافة العربية. تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول حضور المؤتمر الصحفي يعيد الحديث عن العلاقات بين السلطات الرسمية والصحفيين من جديد. إلى اللقاء.